إيمانا منا بضرورة التوعية والتحسيس بأهمية الإسعافات الأولية في حياتنا اليومية، قامت جمعية أطفال بلادي بخلق هذه المبادرة، مبادرة إسعاف لتوعية الساكنة وكذلك عموم المواطنين بأهمية الإسعافات الأولية في حياتنا اليومية، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة بالتنسيق مع السلطات المحلية، قمنا بإحداث يعني معقم اليدين أمام يعني بقرب الصيدلية، وكذلك بتوفير كمامات داخل الصيدلية لتحسيس الساكنة بضرورة استعمال الكمامات في هذه الظرفية وفي حالة الطوارئ، وكذلك تعقيم اليد باستمرار لتجنب الإصابة بوباء كوفيد-19. وكما نلاحظ يعني هناك تفاعل من طرف يعني الساكنة مع هذه المبادرة، ونتمنى أن تعمم هذه المبادرة في جميع أحياء مدينة طنجة ومدن المغرب وأحياء المغرب كاملة إن شاء الله. كما جرت العادة تتفاعل وتتجاوب ساكنة حي العزيفات مع جميع مبادرات الساكنة، لأنها نابعة من القلب ونابعة من مكسب مسير له كفاءة. نشكره جزيل الشكر مكسب الجمعية وأيضا جميع منخرطين الجمعية ومساندها على دعمهم اللامتناهي، أيضا نشكرهم جزيل الشكر على هذا الدعم الذي يعطينا قوة على الإبداع وعلى السير للأمام. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.